ابن عمي يعني موظف على صلاح الدين. نعم. مال تربية فراش موظف خدمة. نعم. صار لي سنة وست شهور ما مستلم لا متراكمات ولا فروقات ولا كل شيء. يعني ما مستلم راتب؟ راتب ما مستلم الا المذخرة، تنقول المذخرة. مال الفروقات. يعني الراتب تستلمه بس الفروقات ما مستلمها. ايه. تمام، صار لك سنة وست شهور. احنا شنو العذر؟ لا يوم صوتوا على أنا ما طلعت، أنا ظليت هنا منطقتي قصف وجوع وضيم، أنا منطقتي ما طلعت نهائيا. نعم. لا استلمت لا مال نازحين ولا مال شيء ولا مال تعويضات ولا كل شيء، وبيت ضربت الطيارة سحق للقه. نعم. وعندي بنتي هذه معوقة، الصاروخ ضربها، ولحد الآن داعيت اللي هو ابن عمي فلاح الحسن زيادة وزير الزراعة. نعم. تقعد لي على اساس التعويض ولحد الان ماكو شيء. والوزير السابق محمد تميم وزير التربيه هذا خليه على راسي، هذا قرايبنا من ديره الحويجه. فالمطلوب شنو؟ المطلوب هالسنه من صوته على الميزانيه انطونا بس راتب الاسمي، راتب الاسمي راح يجيني شيء قليل، ليش احنا كنا بزمن داعش كنا مداومين. نعم. وغصبا علينا تدرون بيه صار اجباري. نعم. على اساس هسه عن رواتبنا تاي ما ينطونهن كاملات، هم يبقونهن، هم حراميه. عندي همي انا هذه اختي مرت شهيد لحد الان ما انطاه ولا راتب، رحت لبغداد مرتين ثلاث على الوزاره قالوا نصبر وصبرنا وكل شيء مات. نعم. شو نتامل بعد من الحكومه؟ الحكومه كلها طائفيه ميليشيات، لو تذبح لو تسلب لو تقتل،